ايه طريق مريقله مسهله شويه. اون دي سافا بور ايفيتي لي بوركوا. باه نقولوا لاباس نلقاو كيفاش نقولوها لي بوركوا ديما تنلقاو كيفاش. الحمد لله الحمد لله ما تنجمو كونوا كان لاباس الحمد لله في اطار معناها الامور طيبه والحمد لله. وانا قاعد نخمم البارح كيفاش نحضر لك هديه يا عزيزي. لا عزيزي لا هذه خاطر هذه فما عندها هيستوريك هو كل كلمه في استعمالات اللغه. يعني انت مثلا وقت اللي اسم يعني سماوك امي انت تحمل معناها غصبا عنك تاريخ اسم امين. امين المنزلاوي مثلا انا صغير مانيش فاهمها قبل بعد كيف فهمت اللي هو شخصيه في مسلسل فاروق الفيشاوي على اي بالضبط بالضبط. وانا صغير يقولوا لي امين المنزلاوي مانيش فاهم المنزلاوي هذا شكون اللي كي كبرت فهمت شكون معناها ديما وعزيزي شنو العزيزي عزيزي المستمع لا انا عزيزي المستمع عزيزي الاسلام ويجب ما قبله جاء شكون لا عمل يعني كتب تاريخا جديدا الكلمة عزيزي. كنت أول ما دخلت وأنت أول ما دخلت يعني تحكي لي على تونس والجزائر قلت لي الاتحاد الصعب. ما تتذكرش يا أخي الكلمة اللي قالها السيد رئيس الحكومة كلمة تاريخية قالها في الجزائر هو يتحدث عن رئيس الجمهورية قال عزيزي قيس سعيد نسيتها. هذه لا تغتفر في مسار التثمين والخط التحرير الجديد اللي انتهجته اللي قاعد تحل فيه الطريق هذايا يا سي محمد. نعم تو كبرت لي ما نترسيش لا لا هذه ولي ميزابي لا قاعد نوقف فيك نلبه فيك يا سيدي لا ما تعتبرش انني ما ينتك لا لا مش هو خذ قاعده احنا في ملت التوانسه في ملت التوانسه يعني يندر انك تلقى واحد يجي هيك يعمل لك مينا ديما تلقى كان اللي ينصحك ويوجه اليقظه والتنبيه والتوجيه. يعني قبل كنت ازعم اني معناها اللي كنت نخدم في الاذاعه كانت عندي مسؤوليه اداريه كنت ما نظن مش في بالي اللي يعني مثال يعني في النوم هذا ما فيش حكايه وقته خاصه ايامات عواد حميد الله يرحمها انا عادي السبعه يبدا برؤيا محلول عادي جدا ونبقى لك للتسعة والعشرة متاع الليل وكتبدا تحضير متاع برمجان تصبحوا ما فما حتى إشكال. وحنا الإدارة ما كان فما حد معنا إدارة الإذاعة مديرة الإذاعة العبد لله فما شكون مسؤول على الأخبار مسؤول على الرياضة مسؤول على التقنية فقط فماش مش في بالي يعني وفل ونفطر على بلاستي إذا فطرت يجيك واحد يختار لك الوقت تبدأ واقف أنت ومدير الإذاعة إيش يقول لك يخطر له وقتها يقول هالك والله يا سي محمد راني جيتك وما قيتكش وقتاش تقول له البارح وانت بتاكد اللي البارح بالذات حتى التواليت ما دخلتهاش عرفتك الا طار غاسه معناها ولا حاجه هكاك حاجه كيف ما هي اي جيت وما لقيتكش الله يرحمه شوف هذه ذكرتني في الله يرحمه الطيب لوحيشي اللي هو مخرج سينمائي عظيم في البلاد هذه الله يرحمه الله يرحمه سي الطيب يعني كيما افلامه هادي جدا هيك طبيعته يعني كل نسمع في المهرجانات هو كان يعني كثير الحضور في المهرجانات السينمائيه كي يشوف واحد من اصدقائه واقف يعني مع سيده جميله يتعمد يجي يسلم عليهم وبعد يغزر للمراه المرافقه للضحيه نتاعو للشخص المستهدف تقولها تو سي اي لا اون بيل فام قولها تعرف عنده مراه تهبل مزيانه حتى يبدا السيد هذاك ماهوش يبعرس عرفتك اللي يعمل له سي طعم هذاك الطعم يا سيدي معناتها انا مش باش نقول مش باش نعاود حكايه عزيزي في قدر نقول نستعيرها شويه ايوه نتسلف اي تفضل مرحبا تو بعد شويه نرجع على الهديه لانه هنالك هديه وباش نفكر اسكو باش تقدم لي هديه اجل العيد الحب باش نحكي على هديه اي ايش بيه
معناها نشوفوا كيفاش نقابلوا كهديه. في كل الحالات خلينا نبداو بالاخبار بالحق افكتيف مولي نلقاها في جريده الشروق في الصفحه الثالثه. العنوان بالكبير هو تملكان كل شروط القوى الاقليميه. تونس الجزائر الاتحاد الصاعد، هذا العنوان الابرز وصوره للرئيسين تبون وسعيد. وتأتي ذكرى 66 للغارات الفرنسية الوحشية على سقيط سيدي يوسف في قلب مخاض عالمي جديد يفتح أفقا واسعا أمام جارتين تونس والجزائر للتحول إلى قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب. أخبار ولا مقال هذا؟ شكون كاتبه؟ هو هذايا ليش فؤاد العجرودي مش شنو ليش مختص يعني في لا لا هو سي فؤاد العجرودي التعليق على مقالاته. لا هو سي فؤاد العجرودي اللي كتبه وكنت تحب نعطيك بعض المعطيات الأخرى في المقال. ويقول والواضح أنه من خلال تمسكهما بالسيادة المطلقة على قرارهما وخياراتهم الوطنية رغم ما تواجهان من ضغوط رهيبة مرتبطة أساسا بارتدادات صراع البقاء الذي تخوض القوى الاستعمارية التقليدية، فأن تونس والجزائر تمتلكان مفتاح الإقلاع الحقيقي الذي يقطع مع جذور الاستعمار الثقافي والاقتصادي ويضمن التحول إلى نموذج يؤثر بعمق في محيط العربي والإفريقي. الاطلاع بدور وكيل العام الجديد في منطقة يتطلب إطار جديد للتفكير المشترك، هذه من العناوين الكبرى اللي نلقاها. والانضمام إلى تكتل البريكس يمكن أن يتم في نطاق مقاربة ثنائية. مع تقديري واحترامي للي كتبه الزميل، هذا كله إنشائيات، كلام ما عنده قوة حتى علاقة بالواقع بالمعطيات. اسمعني اسمعني، شو يتقال؟ هذا متاع واحد، هذا من نام متاع تارس. قوة إقليمية معناها يعني هي الإقليم شنو فيه؟ إقليمنا شنو فيه؟ فيه ليبيا وفيه المغرب وفيه موريتانيا أبعد علينا شوي، هذا إقليمنا تك ولا؟ هذا هو. به احنا شنية مقومات القوة الإقليمية اللي عن شو اللي عن قوة الإقليمية؟ يلزم قوة اقتصادية، قوة عسكرية، هيك ولا؟ صحيح. قوة عسكرية الجزائر يعني ما مانيش خبير عسكري، أما يتداول أن قوة عسكرية موجودة يتداول بالأرقام. بالأرقام إحنا الجيوش العربية على شنية رفاه الحروب بالخبطها معناه وعملت صفقات مهمة. يا أخي هاك العام القذافي قال إحنا عن هلب سلاح بس ما عن من يقعمز عليه. برشا دول لو نتكدس يعني في الاسلحه هي قوى عسكريه، هي اسواق معناها لشركات السلاح الامريكيه والاوروبيه. نقطه ارجع للسطر الروسيه فما ايوه الروسيه بدرجه اقل تكدس عند عنده في سلاح شامبي طنبي في حد شيء الفين يخزز وتشري غيره وتقدم يعني النوعيه هذيك ويجيبوا وحده يعني نوع اخر وهكذا. هي قوى عسكريه يعتد بها، ماشي مقيدة حتى في زمام الناموس، ما نبداوش نغلطوا. أيام العتاد، العتاد العسكري والتسليح يؤخذ بعين الاعتبار في التصنيفات. يؤخذ إي يؤخذ يؤخذ، أما إيش تعمل بيه؟ تركيا عملت توا ولا فما مصطلح في الدبلوماسية التركية اللي هو دبلوماسية الطائرات المسيرة ليدرون. يعني تركيا في النزاعات اللي صارت في الإقليمية القريبة والبعيدة تدخلت بطائراتها المسيرة فقلبت موازين حروب. تركيا دخلت في الحرب اللي كانت دائرة في ليبيا، كان المشير خليفة حفتر كان يعني على بعد يعني على بعد يعني مئات الكيلومترات من العاصمة طرابلس، بسط نفوذه على كل ليبيا أيام حكومة فايز السراج. دخلت يعني تركيا بطائراتها المسيرة بعدت قوات حفتر أكثر من 500 كيلومتر، رجل يعني على مرمى حجر. تركيا وقت اللي طائراتها المسيرة يعني مكنت منهم أذربيجان قلبت موازين الحرب بين أذربيجان وأرمينيا. تقول لي قوة عسكرية شو عملت به؟ اي دي شو عملت بها حاجه شو عملت بيها؟ ولكن مثلا كما يعني موقع شو عملت بيها جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكريه صنف سنه 2023 اللي هو من بين اقوى جيوش العالم اللي موجوده. المرتبه نتاعه اللي هو مثلا اللي نلقاو مصر في المرتبه الاولى بيان ايفيدامون في المرتبه 14 عالميا. ثم
المرتبة الثانية عربيا معناها اللي باش نلقاو السعودية في 22 عالميا، ثم الجزائر 26 عالميا والثالثة عربيا. هذا الترتيب كما ترتيب يعني الفيفا للمنتخبات كرة القدم. احنا شوف ترتيبنا شنو كمنتخب كرة القدم في تونس، افتقدنا في مراتب متقدمة أي. افريقيا وعربي صحيح وعالميا عالميا احنا مش نلعب على كأس العالم، اما في افريقيا ظل احنا في ثلاثة الوال أي. ايش عملنا به؟ كبتنا ناميبيا وروحنا، تو تقول لي السعودية المرتبة الثانية، تو بربي هذا كلامه. هذه يعني قلت لك تصنيفات معناها متاع كيما متاع تصنيفات الكورة. طيب كي يقول لك انت قوة عسكرية لا يعني انك يعني تخوض الحروب، لا تكون انت قوة ردع، الناس تقرا لك حساب تهاب وجانبك. السعودية تورطت في حرب ضد الحوثيين في اليمن، في الاخر اعطيني قرتلتي ما حشتي بعنب، ها تعطيها تخرج فقط. قداش قعدت الحرب على الحوثيين من 2015 من اللي طلع الملك سلمان وبعد عين شو يحب يقول؟ معناه انه اليوم حبينا الكرامة قوة اقليمية ضد شكون؟ ضد المغرب؟ سامحني هذا هزان ونفضان. هاي مالي ابطلت الغات اتفاق المصالحة اللي تعمل برعاية جزائرية اساسا، كان ممثل الامين العام المتحدة ورئيس بعثة السلام هو الوزير الخارجية السابق منجي الحامدي، منجي الحامدي سامحني، والاتفاق صار في الجزائر، هي ألغاتوا للسلطة الجديدة اللي في مالي بعد الانقلاب، ألغاتوا الاتفاق وهي على الحدود متاع الجزائر. شو قدرت تعمل الجزائر؟ مش بالكلام، الجزائر غير ثروات البترول والغاز شو عندها كاقتصاد؟ شو اللي تنتجوا؟ بداوا توا عن ثم استراتيجيات، ثم برامج، ثم على برامج. ايام نحن حبيت نقول لك برامج كبيرة على مستوى التحويل والفلاحة والبريكس. هي الجزائر ما تقبلتش في البريكس، ما هوش فما عندنا تجمع اقتصادي وسياسي هو اتحاد المغرب العربي. شنو هذا؟ ما نجمش اليوم الجزائر وتونس اللي نجموا يكونوا قوة اقتصادية مع بعضهم؟ ما ينجموش لانه احنا في الحد الادنى ما احناش قادرين الحد الادنى ننجحوا فيه. تو نحييوا ذكرى سقيط سيدي يوسف، هي كل عام اولا ترى البرود في احياء الذكرى، ما زلت يعني في وقت من الأوقات كانوا بيهبطوا رؤساء الدول، بن علي وشادلي بن جديد في سقيط سيدي يوسف، أقلهن الوزير الأول من الدولتين، أصبحت بروتوكولية تحب تقول يعني بلات شكلية. شو التعاون الفولكلورية معناها فقط متاع كيما واحد يعني في العيد يمشي يقرأ فاتحة على قبر ربوه فقط. شنو هي المشاريع اللي بيناتنا؟ ما هي المشاريع المشتركة؟ أنا قال لي سفير جزائري يخدم في تونس، قال لي سي محمد، قال لي أول خطوة باش تتبنى علاقات اقتصادية بين تونس والجزائر، قال لي نقطعوا الاتفاقيات اللي موجودة بيناتنا الكل، قال لي كريدد من الاتفاقيات، قال لي وشيء، قال لي كلها معطلة، قال لي غرقنا في الاتفاقيات، الفعل يجيبوا ربي، ما فما حتى شيء. هل الخط هذا الأنابيب اللي يعدي معناها الغاز الجزائري لإيطاليا هي مش تخلينا نجعب الجزائر وكاو؟ علاش ما هي مش تعمل خط يعني بحري من عنابة؟ هي حق ايش عملت انت من هون الى 2029 كيتوفى الاتفاقية اني قلت لك ماهيش حقها؟ ما احناش نحكيو حق او مش حق، اما احنا نحكيو على اتفاقية يعني اتفاقية الشراكة، هي وأن نكونوا الاثنين رابحين. وين انت وين؟ انت عندك ارض لكن ما تنجم تتعدلها الا ما تتعدى على ارضيين، يعني نعطيك معناها ممر مقابل امتيازات، تعطيني الماء مثلا، انت تجي في لحظه تقرر تدبر الماء من بلاصه اخرى، رعيه اتفاق الشراكه لبيناتنا وفما اخوه وصحبه وعشره، فما مصلحة وطنية اللي تخدم مقبل كل شيء. تو احنا ماني قاعد نعلق على اللي قالوا سي العجرودي. باه انا قلت لك باش تخلي لك الجعب، اش باش تعدي فيهم؟ الحقيقة فما أيضا تو إلى جانب سقيط سيدي يوسف، حاب نذكروا أنه فما اليوم واللي هو ماهوش محطوط أون فالور، راهو الدار نتاع هوارب ومدين
في غار ديما اللي كان يعني في المكتب في غار ديما وقالوا لي لليوم موجود قال لي في غار ديما لليوم موجوده معناها مانيش قاعد نراه فما حركه الى ايضا فما 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 ضمن لليوم معناها ربي يفضلهم ربي يطول في اعمارهم مدام منيره ومحمد عيسى من دار شعبان الفهري هذوما قرروا في وقت اللي مقر القياده الجزائريه في غار ديما ها موجودين هوني في في نابل موجودين في نابل يحكيوا التفاصيل بتاع كيفاش كانوا قبل يقريوا اولاد وبنات الجزائر اللي كانوا في الحرب مازالوا في المدرسة التونسية وهم اللي كانوا يشرفوا عليهم وكانوا يحكيوا على هوارب ومدين كيف شي يجي ويجيب باكو النوار وانا كانت معهم عديد اللقاءات انا علاش ما يتحطش عن بدور حاجة كيف ما هك اذا جدك انت جدي كانوا اصحاب هل بالضرورة وكانوا سيدي يعني كان جدي يجي معناها يجيكم معناها الجندوبة غادي وعاو يا اخو يعني يستغل الارض ولا هل بالضرورة اني يعني وياك نحافظوا على نفس العلاقة ما هل البكاء على الأطلال والتغني بتضحيات الماضي والدم المشترك راهو ما عادش سلعة تباع عند الأجيال الجديدة شو نعمل لا في تونس ولا في الجزائر هذه قاعدة عندها قيمة عند الأجيال القريبة من الحدث اللي عاشت الحدث وأولادهم اللي توا عمره 18 سنة في تونس وفي الجزائر تجي تحكي له على سقية سيدي يوسف يقول لك بالرايحة احكي حكاية أخرى احكي هدرة أخرى التونسي اللي يطلع اليوم في مركب عارف روحه 50 يمنع و50 يموت في البحر كي تجي تحكي له على التضحيات المشتركة مع الجزائر يقول لك اني فاش تفيدني وقتاش يولي عندها معنى وقت اللي تقول له مش نعملوا احنا مش نبنيوا مش نعملوا ما نعرفش مشروع فلاحي كبير مشروع مشترك المفروض انه المناطق الحدودية يا سيدي ما احناش طالبين احنا المعجزات طالبين أن المناطق الحدودية في البلدين تولي جنة يطيب فيها العيش جنة على وجه الأرض الجزائر شبيه كل واحد يساهم باللي عنده أنت عندك الفلوس وأني عندي سافوار فير من غير عقد الجزائر عندك الإمكانيات في تونس فما المهارات لا يعني أنه في الجزائر فما لا فما موجود أما كيما إحنا شو شركة واحد يدخل بالفلوس والآخر يدخل بالمجهود وبشوية فلوس ونغيروا طبيعة يعني الحياة في المناطق الحدودية ونعملوا مشاريع شيء في الجزائر وشيء في تونس ويسمح نلقاو الآليات أنه يتم استغلالهم من التوانسة والجزائرية دون تعقيدات وضعية المعابر الحدودية يعملوا لهم معابر حدودية احنا في تونس ديوان المعابر الحدودية قارن بين الخدمات المزدات من الجانب التونسي وبين الخدمات المزدات من الجانب الجزائري وانت في المعبر الجزائري من الناحيه الجزائريه تلقى 8 كلوارات في تونس تلقى كلوار واحد من الجزائر تنجم تعمل حجز تريزيرف منين باش تتعدى في تونس لا وضعيه بائسه فما كل الكلام شوف لا تعرف وقتاش باش يعني نعتبره مؤشر بالنسبه لي مدى قدره بلادنا على انها تتغير وقت اللي يتنحى شوف لي حل من القناة الوطنية الثانية. هاوي. هذا هو المؤشر. اختر كبير. ثم بوتو متاع ضو. متاع يعني الإشارة المرور. في المنزل السادس. الرون بوان متاع المنزل السيس. تقاطع متاع الأضواء. يبدو تخلي فيه كاميون ولا هذا كالتفسير. البوتو كله مايل معناه تقريبا طاح. ما عادش يمشي الضوء. أني على الأقل توا انتبهت إلى أنه البوتو طايح عنده 15 يوم هل هذه كانت تصير تقول هاي كانت قبل ايه كانت قبل تصير انتم قلتوا احنا تبدلنا وغيرنا اذا البوتو ما يتصلحش في 24 ساعة معناها فما مشكل فما حفرة في كيوسك في الرامبوان هذايا متاع منزاسيس حفرة معناها الكهرباء اللي تعدى من غادي يجي يدعي ويسب يسعني سلسفيل اللي بنى الدولة هذي حفرة تقعد اشهر او اشهر ما يصلحها حد بعد تجي تحكي لي تقول لي تونس والجزائر الاتحاد الصعب كله كلام ما فهم حد شيء انا الحقيقه فيما يتعلق بي شوف لي حل والله يبارك الله فيك اشرت للنقطه ذي لانه تحل ببا حتى ساعات مع بعض الاصدقاء في الكواليس وانه الناس كلها تيشنو بالله تي ما تخيل هكا شوف لي حل وتبع انا احضرت تقريبا عندي عامين هكاك شوف فما تيز خدمت في نوفمبر افريل في علوم الانسانيات حول المخاطر متاع شوف لي حل على التونسي يبان دخت
كيفاش ساهم شوف لي حل اليوم في انه نوليو استغني، عرفتك المخ حابس ما لا مش قادر ان يفكر او يبدع او ينجم يقدم. هل معقول نضحكوا على 20 سنه ولا 25 سنه على نفس النكته؟ معقول تو كلنا نحكي هكا نتفرج راه مش ما نتفرج كلنا نتفرجوا لا هو نجموا نبداو عايشين الوضعيه معناها اما نسالوا سؤال اليوم، هل معقول وانه لليوم نفس الموضوع بنفس الاختيار؟ لانه حتى على مجال الصحه النفسيه صوره المختص النفسي ولا الطبيب النفسي وعلم النفس رجعنا في سليمان الابيض معناه كشخصيه اللي ضربنا معناه فريمون سيكتور كامل. هوني دعوه لهوني الحقيقه ايضا لي بسيكولوج لي بسيكياتر باش يخرجوا يتكلموا باش يخرجوا يعيوا الناس، لانه يعني قدامها مسؤوليه مش فقط يقعدوا مسكرين على بيرواتهم ويتعاملوا مع الوضعيه فقط هكاك، لانه اليوم وجب إعادة النظر في الكل. هشوف لي حل هذايا اليوم راهو خطر اليوم على المجتمع التونسي غير قادر أنه يفكر وأنه ينجم يقدم شوية. لا هو دليل على عجزنا أنه نبدلوا كيما هكا الصغير نبدلوا الخطوة من المشي ما نجمش يعمل الخطوة الأولى برومي با. احنا قعدنا هكاك. أنا هو الاتحاد اللي مش تعملوا مع الجزائر، أنا هو الاتحاد أني وقت اللي هيك كان متابع من بعيد ما حدش الواحد موت يعني طلعت من خشوماتنا هي السياسة. وزير الداخلية متاعك يكون في الجزائر ومازال كيروح يجي وزير الخارجية الجزائري جايب رسالة يعني من الرئيس والرئيسنا، ما تثيرش يعني الاستغراب؟ شو نجم نفهم مثلا؟ لا خي بعدي فهم المرسوم 54 ما نفهمش. هاني طرحت السؤال توا اني جيتك للدار هاي. كنت بحذاك في الدار سيامي عديت بحذاك ثلاثة أيام بعد روحت لدارنا أنا مازلت كي روحت وأنت بعثت ولدك عنده ماسو ما فيه ماسو فيه جواب ولا فيه فلوس لبي بالك باش تفهم منها باش تثمن الزيارة بعثته مع ولدك مش معايا أنا باش نثمن الزيارة اللي لا لا علق أنت يا سيدي لا أنا باش نثمن الزيارة سبع البرومبا تفضل لا يعلق أنت باش تفهم منها نفهم منها اللي هي هاي نعطيك الفحوى باش نقولوا انه نشكرك على الزياره وراك جاء رجل مش طيب. لا رجل عطوا لبيا اي رجل علاش ما عطوش معاياني ولدك طفل به ياسر رجل طيب ومحلاه وانت عرفت تربي وكذا وانا وانا سي با عاد قعدنا ترينا عاد اخي شو توا في يوم كرم البارح تحسن طلعوا اماتور عرفتك ما عادش اماتور على كل هو شوف في كل الحالات بعيدا على الشعارات وبعيدا على مذبينا وانا نحكي هكا راني ولد الحد ونفهم ايش معناها معناتها الحدود الوهميه هذه. انا مره واحده في الجزائر دخلت الجزائر باسبور معناها عمري ما دخلت الجزائر باسبور سي وهميه الحدود مشاريع حقيقيه وقت اللي الحقيقه نحكيه على المناطق الحدوديه المتقدمه كل صراحه انا كيف نشوف المراكز الحدوديه المتقدمه الجزائريه خويا صح عليه شابوبا استثمرت الدولة الجزائرية فهمت وأنه بعد العشرية خاصة السوداء الجزائرية فهمت وأنه لازمها تتعمر هكا المناطق الحدودية هذه وعطاهم دي بريفيليج عندهم الجازدوفيل عندهم الطرقات عندهم كل شيء قدامي مشيت إلى بعض المراكز الحدودية المتقدمة التونسية في جازدوفيل احنا تينا جازدوفيل تي مش مذيع يعني. انت في الملجأ في وسط في وجه الكحلة الخضراء الكحلة كيف قاعد ندور على الوادي الكل عندك الغاز الطبيعي لا عنيش علاش في وسط البلاد في وسط البلاد اسمعني اسمعني تو كنت تحكي لي تقول لي حدود وهمية وعملها الاستعمار الله لا تربحوا هي مال الاستعمار جاي قال ما تعديش الجزائر الغاز الطبيعي للملجأ الكحلة الجزائر ما منحت الغاز الطبيعي كان لسقيت سيدي يوسف هكا هو كي مش حب الكلام وسامحني واحنا نحكيو توا في عز هكا حديثنا على الجزائر علاش البرود هذا في علاقتنا بالمغرب لوين ماشيين بيه سامحني لوين ماشيين بيه خيارات سياسية خيارات ما عندها حتى افق حتى افق انت جاري يعني جار الساس وعلي المديني بعدك انت جاري لكن عفان يلزم وقت اللي انت
في استراتيجية العلاقات بين الجيران نحرص على علاقتي بيك تبدأ طيبة وعلى علاقتي بعليل مديني تبدأ أطيب. تعرفش على الدنيا على خاطر يلزم علاقاتك طيبة مع جيرانك الكل القريب والبعيد. حضورنا في ليبيا شنو؟ هاو البارح قريت يعني خبر اللي مشى وفد من وزارة الخارجية قبل وزير الخارجية الليبي الحكومة المزكاة من مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحويج. الوفد التونسي هذا مشى في إطار يعني الاستعداد لفتح القنصلية التونسية في بنغازي. قش من عام القنصلية مسكر؟ مش معقول. عنده فوق 10 سنين. به تو مثلا نعطيك مثال إيطاليا ما عندهاش قنصلية في بنغازي مش مفتوحة، لكن سفيرها اللي هو معتمد في طرابلس يتنقل في ليبيا معناه يمشي ويجي هو بركة وتركيا أيضا وغير وألمانيا. احنا كان عن من شو خايفين؟ بريطانيا. الخلاف اللي صاير في ليبيا بين حكومة يعني الشرق وحكومة طرابلس هو خلاف داخلي ما نقربوش منه ما ندخلوش في تفاصيله. انت اذا عندك مصالح في شرق ليبيا ولا انا نحب نرجع نجم تتعدى عن طريق بحكومه طرابلس ما نجمش تطلع لك ورقه من غادي. نحب نرجع له هذا لانه مهم جدا الكلام اللي طرحته سي محمد وهذا شفناه فمش علاش احنا توا قعدنا في مرحله وانه حاصري رواحنا في الزاويه في المقابل وانه اليدين مفتوحه حبينا ولا كرهنا. تو الدكتور عبد الهادي الحويج اللي هو تونسي على باز مول تونس يحب تونس معناها فما برشا تطورات ممكن نجم نحكيو عليها فقط ونكملوا مع هذا في الجزائر وملف الجزائر ونسكروه. احنا لاهين بالزبله في المنيهله خلصك ملف الجزائر لا لا لاهين نهزوا في النفايات المتراكمه في المنيهله ما قلتش مش مهمه يمكن نكملوا احنا الزبله لا في المنيهله وندوروا على بقيه لحوم حومه حومه ودار دار وزنقه زنقه. تو نتلفتوا نعملوا الاتحاد الصعب مع الجزائر ومع حتى مع السلفادور. الجزائر في كليما كهو معناتها وقتاش نجموا نحكيوا على قوه ولا وقتاش نجموا في الاتحاد اللي نجموا نبنيوا اقتصاد مشترك وغير؟ ما احناش طالبين اقتصاد مشترك احنا طالبين حل اللعب حل اللعب بين الزوج طبعا لينا وليهم ما تفهمش ما يلزمش تكون العلاقه في اتجاه واحد. احنا قعدنا هنا نستناو الجزائريه يجيو يعني في الصيف يصيفوا عن فقط شو العلاقه والتوانسه لا تمشي تسلع من غادي هذه هي العلاقة ترى في حاجة أخرى. المفروض أنه تبدأ فما رؤية الرؤية تكون استراتيجية شو ممكن احنا كزوز دول نعمله توا وفي المستقبل المنظور وفي المستقبل البعيد الأجيال القادمة شو اللي يمنع؟ يعني هل يعقل الجزائر تعمل مستشفى جزائري قطري ألماني؟ أما أقرب لها تونس ولا قطر؟ حكيت عليه وعملته واحنا لتوا نستناو يعني باش تحفر الحفره الاولى في المدينه الطبيه في القروان. تحضر. نعم؟ تحضر سي محمد. ان شاء الله قبل ما نمعين. اشغال تحضر. نحب نمشي نعدي غادي. لطف عليك اما تحضر الاشغال. ايه. وفيك. وسوف و... وسوف. ونمشيو للاخبار. انت يظهر لي مش الدوبل على الاتحاد الصعب. بيان سور وربي مع بعض سايس روحك وبرا ومع بعضنا هاني حطني في الماء وبلاستك بجنبي نمشيو للاخبار وانا راجعين.